من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أجدبت الأرض وحصل القحط أنه يستسقي على منبر يوم الجمعة، كما جاء ذلك في الصحيحين من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، ورفع يديه وهو على المنبر، ورفع الناس أيديهم، ورفع الأيدي حال دعاء الخطيب ليس بمستحب لا للخطيب ولا للمأمومين إلا في حالة واحدة، وهي إذا استسقى الخطيب على المنبر، هنا يرفع الخطيب يديه ويرفع الناس أيديهم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا أنت تفعل ما تريد، أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا، سحا غدقا طبقا مجللا عاما نافعا غير ضار، تسقي به البلاد والعباد. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم إنا نستغفرك بأنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا،